مساعدة ملغوزة للسيد لفرج بن علي بن حمودة، لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهر. يسعد الله صباحك يا أبو خليفة. نعود ونتابع مشاهدينا الانتقال من قبل مشاهدينا هناك العندهية للسيد عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية الذي ينطلق في المركز الخامس، المركز السادس وصول وقدوم من الضبية لعبد الله بن راشد ابن قشيم الشامسي الذي يتقدم بهذا الشعار الجميل. بينما من عمق الميدان ارى تسلل واضح وملحوظ من قبل شعار الغزال على الغزيل الاسويد ابن مساعد بن قران الماصوري الذي ينطلق بالمركز السابع والمركز الثامن وصول وقدوم. من هناك ايضا من شعار حمد بن محمد الشيق العامري وصلت مذهله، والمركز الثامن هناك دخول من قبل زعفرانه لمحمد بن عبيد بن راشد بن خليفه المهيري، وهنا ايضا دخول اخر المركز العاشر من الرقم 31 وصول من قمريه لناصر بن سالم بن سيف الدرعي. هذه الاسامي، ولكن شعار ابو خليفه اللي بدا يقادر الشعار الاقتصادي لسعاده فرج بن علي بن حموده الظاهري ينتقل الى الصداره، ينتقل لقمه الشاطئ، ولكن شعار بن قشيم اللي قادم ايضا للمنافسه لاجل المنافسه مشاهدينا عند ايضا الضبيه عبد الله بن راشد بن قشيم الشامسي. ومن عمق الميدان تقدم هناك ايضا وصلت مشاهدينا الاعزاء مذهله لحمد بن محمد راعي الشيقه، واصل راعي الشيقه العامري، واتونا اللي قادمه من الجانب الاخر ايضا القدوم والتسلل من الناحيه الاخرى. شوفوا البكار اللي قادمات ايضا من الجانب الاخر القدوم والتسلل. الله، هناك ايضا الدخول، وشوفوا الانتقال، وشوفوا من عمق الميدان هنا ايضا وصول تسلل ارصد اللي قادمه الضبيه لعبد الله. هناك ايضا التي وصلت مشاهدينا ملامح لجمعه بن علي بن رحمه الدرمك التي قادرت وحصلت لها بالفعل درب وفرزه وغادرت بالشوط، قالت باي باي الدرمكي راعي انجازات. شعار يعرف الكثير من الاسامي التي صالت وجالت مشاهدينا، ها هي في مقدمة الشوط مملوكة لجمعة بن علي بن رحمة الدرمكي. ملامح سبق، ملامح انجازات بدون أي حركة. مشاهدينا المركز الثاني تحرك الشعار الاقتصادي، تحركت مشاهدينا الأعزاء جمرة التي وصلت مشاهدينا الأعزاء. هناك القدوم لغارب بن علي بن حمود الظاهري، ولكن هنا وصول من سرابة لخلفان بن بخيت ابن فطيس المنصوري اللي ما جبنا له طاري، حصلت فرزة ودرب. تهانينا لخلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري اللي قدم سرابة وتسربت مشاهدينا الى الصدارة لتزف السلامات والتحية لمالكها خلفان بن بخيت بن فطيس المنصوري. قدم سرابة في احلى ايضا تقدم جميل. المركز الثاني هناك ايضا كانت التي وصلت المركز الثاني ملامح لجمعة بن علي بن حمد الدرمكي، والمركز الثالث هناك جمرة لغالب بن علي بن حمود الظاهري، والمركز الرابع وصلت مشاهدينا ايضا العبور لحسين بن علي بن مبارك بن سالم الفراج، والمركز الخامس من رقم خمسة اللي هي لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري منارة. ولنا عودة للتوقيت الزمني وحصول المركز الاول مع سرابة مع الهواري العادة والحركة البطيئة بطلعت 4:26 وجزءا واحدا من الثانية. هي كما سرابة بالرقم واحد والمركز الاول خلفان بن بخيت فطيس المنصوري. المركز الثاني ايضا المركز الثاني التي وصلت 4:28 ووفاء وتماما. تهانينا لمالك ملامح جمعة بن علي بن رحمة الدرمكي. المركز الثالث مشاهدينا وصلت ب4:28 واربعة اجزاء من الثانية، كانت هي جمرة مملوكة لغانب بن علي بن حمودة الظاهري. تحية لكل الفائزين والناموس.